السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. اليوم حبينا نطل عليكم بأكلة تراثية من فلسطين، وبالذات من القدس عاصمة فلسطين. معانا الكاتبة باسمة التكروري، طبعا غنية عن التعريف، طلعت بأكثر من حلقة مع كنار تي في. بنرحب فيكي ست باسمة، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا، الحمد أهلا لله فيكي تمام. حبيبتي، تشرفت بمعرفتك، الله الله يسعدك، يخليك. إن شاء الله معرفة خير وعلى طول إن شاء الله. فباسمة، شو قصة الكعك معك؟ الكعك قصته قصة الغربة، يعني الغربة، صحيح احنا بنطلع من البلد مدللين، صحيح الكعك بيوصلك على باب البيت، الفلافل وين ما مشيتي بتلاقيه، مظبوط، شو بدك طبخات بتلاقيها، بتطلع على الغربة بتصيري بدك تصنعي كل اللي بصير تشتهي وروحانيات وبنرجع من اول وجديد وحابين شغلات كتيرة. اهلا وسهلا الله فيكي يبارك مرة لك. تانية. خلينا بس ناخذ المقادير هيك رفلي بسرعة، عشان طيب بعدين بس بعرف لما بدنا نعجنها بنقعد نتحدث اكثر عن الكعك. الكعك طبعا مقاديره هي مقادير موجودة بالبيت، وعدا عن انه بده شوية شغل، هو صناعته مش صعبة، خاصة اذا بدنا نعمل كمية صغيرة على قد الأسرة في البيت. طبعا اليوم ما حنعمل كمية كبيرة، رح نعمل قدر 6 كعكات تقريبا. ممتازين، فطور رائع، عصرونية، كله بيمشي. بالضبط 6 كعكات بكفوا عيلة منيحة. عندنا اليوم 4 كاسات طحين ممتاز. رح نعمل. للـ4 كاسات طحين بدنا نحضر الخميرة. ممتاز. الخميرة معلقتين خميرة مع معلقة سكر مع ربع كاسة مي دافية. تمام. لحتى الكعك نضمن انه ينفش النفشة المنيحة، صحيح احنا في كندا هون ممنوع نجيب محسن الخبز، فبداله لقينا طريقة حلوة، هي بدنا معلقة ملح، معلقتين بيكنج باودر كبار باسمة مع كبار اوكي تمام و هذا الخل وين خل وعندنا 4 معالق خل كبيرة، هدول لتحسين العجين، لجعلها تنفخ بسرعة، لأنه ممتاز عادة الكعك بده وقت كثير، يعني بينترك يخمر فترات طويلة، صحيح، ففترة التخمير كثير مهمة بنجاح الكعك. ايوه لكن احنا بدنا نعمله بالبيت، بدنا ممتاز نعمله للفطور، بدنا نخلص الساعة 9 ونص، اوكي يعني يس ما طيب بدنا نقعد تمام 3 و4 ساعات. مظبوط انا عندي هون الخميرة جهزتها، ما طبعا شاء الله نعملها من قبل عشان نتأكد انها تنجح معنا وينفخ الكعك. عدا عن ذلك بلزمنا زيت زيتون، زيت زيتون لكل كاس طحين بدنا معلقة. تمام. يعني حطيتي انت بدك تعملي مثلا اقل عدد كعكات او اكثر، كل كاس طحين بتحطي لها معلقة زيت زيتون، كمان بالمقابل كل كاس طحين بتحطي لها معلقة سكر. تمام عجينة سهلة. الكعك حلوة، فيها طعم صحيح حلو، صحيح فكل كاس طحين بالمقادير عندنا بنحط لها معلقة سكر. ممتاز. إذا لهاي العجينة أها راح نحط 4 معالق كبيرة سكر. أوكي كمان أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم، والله يمسيكم بأنوار النبي مرة ثانية. هلا كل كاسة طحين عندنا كاسة سكر ومعلقة زيت زيتون كل لحد كاس هلا. طحين معلقة سكر 3 وربع. قلت كاسة أنا؟ معلقة سكر مش عاملين لك نفس معلقة سكر، يبقى كل معلقة كاسة طحين معلقة سكر ومعلقة معلقة زيت زيتون. زيتون. هلا هم الكعك التجاري ما بحطوا فيه مش زيت ما زيتون بحطوا أكيد. زيتون، لا ما شاء الله ممتاز، ولا يهمك حطي عينك. وعندنا كمان لازم ملح، معلقة صغيرة ملح، سبحان الله، يعني ضلينا على أعصابنا لتظبط اليوم الحلقة، بس الحمد لله الله كريم. تمام. معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة ملح، وعندنا 4 معالق بيكنج باودر، بيكنج باودر أو معلقتين كبار، ماشي، وعندنا 4 معالق خل صغار ولا كبار باسمة؟ كبار. تفضل. مثل ما قلنا الخل محسن، محسن. أنا سبحان الله الخل بحطه حتى بالخمير بالعجينة العادية، إذا قربت شوي تتفرجي بتشوفي بلش بتفاعل. يتفاعل.
مع البيكنج باودر، مع البيكنج باودر والملح. yes. هذول يعني حتى هو اصلا الطحين فيه طحين اسمه سيلف رايزنج. هذا الطحين بيكون مجهز ايوه مع بيكنج باودر وملح. هذا عاده افضل طحين للخبز، عاده يسموه طحين الخبز طبعا. أيوة. المي لاربع كاسات طحين بلزمنا كاستين مي، ولكن حسب نوع الطحين عندك. امتى حنحط الخميره الباسمه؟ هلا. اوكي تمام، عشان اساعدك بس. المي بنضيفها طبعا شوي شوي، رح نضيف الخميره اكيد. ولا يهمك حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، يعني ما بدي اضلني احكي، انا بزعجكم من قد ما بحكي، بس عن جد العجين بالبيت بركه. يعني قد ما كان حتى لو لقينا برا، بس ما يمكن احنا هذا كنا متعودين عليه نشتريه بايام العطل وبالاعياد، بس والله له نكهه ثانيه لما يتسوى بالبيت، ريحه البيت بتعبق كلها خبز، شيء بشهي. ولا يهمك شو بدك. حاضر. المي طبعا بنضيفها شوي شوي لانه ما بدنا العجينه تكون كثير طريه. طبعا. هلا يفضل اذا ما عندكم عجانه بدكم بدكم تعملوا عشان. لا هلا بنحطها بالعجانه، ما حدا ما عنده عجانه هلا، حتى لو العجانه البدائيه يعني بصراحه، بس انا بدي اعرف التكستشر تبعت العجينه بدها تكون شويه تلزق. بس شويه تلزق شوي شويه تلزق. بدك حبيبي ولا خلص؟ نتفضلي بعدين هي بالعجانه بنعاود. يس، واصلا بالعجانه هي بتمرق اكثر. خليني اجيب لك الورد على العجانه، نزلها بسم الله، هحطها وارجع لكم. ما حتحتاج زيت بعدين، ما حتحتاج. سرعه العجن وسط باسمه ولا وطليت وسط؟ تمام، نتركها تعجن طبعا على العجانه 10 دقائق او على ايدينا. خلص هلا بدك تشرحيهم في غيرهم؟ طبعا في غيرهم، بس اشرحيهم هلا. رح نترك العجينة 10 دقائق بالعجانة. تعرف أنا دي إمتى بلش الكعك في القدس؟ إيه إمتى؟ أكيد تقريباً هي كانت عم تقرأ درسة، درسة عم تلحق ناكل كعك بالعجانة. تفضلي يا تقريباً في سنة 1600 واللي بيعملوا الكعك كانوا يسموهم الكعكيين. الصوت واضح لانه كثير بيهمني تراثنا، تراثنا الفلسطيني جدا مهم ولازم اولادنا كمان يسمعوا ونتداولوا على طول. اسف باسمه، بس بحب كثير اني ادلل على هاي النقطه ونعيد ونزيد فيها. اكيد. هلا لسكان القدس معروفه قصه الكعك، لغايه الان في اسطوره بتقول انه كعكه القدس ما بتنجح الا بالقدس. الا بالقدس سبحان الله. الطعم والريحه وهو انا عندي يعني احنا هلا بنعملها اي وزاكي وبتاكلي وبتشم ريحتها و و و، ولكن مش لا الملمس ولا الكرشه هاي. لا هو ويقال انه السر بحجاره البلده القديمه نفسها، الحجاره اللي مسويه منها الافران والحطب اللي بيستخدموه، هو كمان يقال انه من قدسية المكان. أكيد. بتأثر على الطعم. اكيد يعني احتصوها اكيد. يعني عن جد انا لما نزلت على القدس رحنا على ناكل فلافل حمص جوا القدس، والله العظيم يا باسمة انه باكل بقول له الحمص طعمته غريبة. صحيح. والله طعمته غريبة، ما ذقت اطيب من هيك، بقول له والله الحمص طعمته غريبة، كل شيء له نكهة ثانية يعني سبحان الله. فمضبوط، صدقوها وصدقوني. وان شاء الله كلنا يا رب كلنا هيك بتحريرها بننزل وما بنطلع اصلا ان شاء الله. لا اكيد الكعكة ان شاء الله اليوم بتعملوها بنفس طريقتنا هاي، رح تحبوها جدا، الاطفال جدا بحبوها خصوصا مع الزيت والزعفر. صحيح. يعني انا مثلا لاولادي بقطعها قطع صغيره وبرش عليها الزيت والزعفر. ايوه. واذكى سناك. صحيح. يعني صحيح. للسندويشات يعني حتى كمان اذا كنت تاكلوه كحلويات، الكعك احنا بالقدس بناكله كمان مع جبس وطحين. صحيح. يعني انا محضرت لكم، فينا نشوف هون لبين ما هلا نرجع، فينا نشوف طبعا باسمة هون محضرت لنا الكعك، ما شاء الله بجنن منظر بياخذ العقل، فانا محضرت لكم هون شويه اشياء
محضرت لنا ومحضرت لكم هون هون دبس وطحينه دبس وطحينه كنا دائما هي ما ينشال من السفره اصلا. هاي بيت ستي يا باسمه كنا نصحى ونقوم بس يعبوا الصحون يعني الصحون موجوده بس الاشي الزياده انه يعملوا البيض البندوره المقليه هي ولا هي الصحون موجوده دائما. الدبس والطحينه كانت دائما تكون على السفره على طول سبحان الله. ف يعني طبعا البيض اللي بنباع مع الفعك عاده هو البيض المشوي صحيح وليس مسلوق حاول يعني بالبلد عندنا هيك بسمع انا ما عم بجربها بس تعرف جربت عملته على اللاي الكهربائيه بالضبط اه والله طلع طعم وعادي هيك استرجعتي حطيتي جوا اللايه ما تسلقيها خفت اليوم صراحه. انا اليوم استشرت صديق بالنسبه للبيض وسال لي حكى لي انشارت الخشب بيجيبوها وببلوها بعدين بحطوها بالصينيه من تحت بعدين بحطوا البيض وبرجعوا بحطوا طبقه ثانيه انشارت خشب مبلوله وبحطوها بتطلع نفس النتيجه صحيح. ما جربتها لانه ما بعرف منين بتنباع انشارت الخشب بس ان شاء الله في طريقه ثانيه بتروح على اي ملعب اولاد صغار هلا قول مغطى بالثلج بتجيب الرمل بتحطيه بصينيه وحطي البيض بيناتها وحطيه بالفرن اوكي بيمشي الحال. هي الفكره انك تسخني البيضه بس براد شوي شوي مزبوط يعني هاي كمان طريقه. المكون الاهم طبعا اللي ما حكيناش عنه السمسم في سر للسمسم ليضبط على الكعكه وما يطلع هيك مجمع ومركب فوق بعضه يطلع يعني يتوزع بشكل حلو اللي هو انك تنقع السمسم تمام. طبعا السمسم عندنا اليوم هو سمسم محمص بس يفضل انه السمسم الني يكون ناي. اذا ما عندك الا يعني ما عندكم الا المحمص كله زاكي كله مع البركه يعني كله يحتاج يلا انا اليوم ما راح اعلمكم طريقه يعني راح اعمل قدامكم كعكه واحده بطريقه اللف اللي بتستخدم بالمخابز بس راح اعلمكم طريقه اسرع يعني افتكرتها لش برضه كمان بسرعة لانه احنا في البيت يعني مش معظمنا مش بتكتب وراهم صحيح ولو في البيت وراها مظبوط مظبوط ففي طريقه سريعه لنعمل شكل الكعكه بلا ما نستنى ونلفها بس راح اعمل الطريقتين اوكي اعمل واحده بطريقه المخابز والباقي راح اعمله بالطريقه السريعه سبحان الله. يعني انا بفضل انه نعرف كل شيء. طبعا قصد باسمه انه احنا لما بنقطع العجينه بنقطعها هلا كوار وبعدين نلفها. هي بين كل مرحله ومرحله لازم نستنى عليها تتخمر تمام تعبنا واحنا عم نرقها صح. في اي تعديل؟ لا بدك تشوفي العجينه باسمه ولا بعد بدها شويه؟ خليني اسلم على اصدقائنا واحبائنا. يسعد مساكي بسمه اليوم بسوم حبيبتي مساعدتنا بالتصوير من وراء الكواليس. طبعا بسمه غنيه عن التعريف دائما بتكون معنا. الله يسعدك حبيبتي ونعمل اخوات جميعا يعني الحمد لله رب العالمين. انا دائما بحكي الاصدقاء الوفيين هن اخوه بالغربه وهن عن جد يعني رزقه من ربنا. شكرا لكم كلكم وجودكم بحياتي الله يسعدكم جميعا. حبيبتي اختي منى يسعد قلبك يسعد قلبك حبيبتي يسعدك يا ربي. مهند تسلم يا ربي نورك. جهاد اهلا وسهلا الله يسعدك يا ربي. واجبنا احياء التراث واجبنا ما ينسرق منا واجبنا ما ننساه عشان نعلم اولادنا واجبنا. الله يسعدكم جميعا. رنا حبيبتي بنت حماي يسعد قلبكم جميعا. حبيبتي لينا اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سهاد حبيبتي الله يسعدك يا رب. تفضلي باسمه حبيبتي نورتينا. خلاص في اوقفها وبرجع لكم ثواني. باسمه ما محتاجه عجين او شيء حبيبتي؟ لا راح نحط شويه طحين عشان تطلع من اوكي ماشي خلي لك اياها هون شويه بس لاقطن لك تفضلي قلبي. خلينا نفرجيهم بس ننزل العجينة نفرجيهم كيف التكستشر تبعت العجينة. احنا هلا السطح هذا اللي راح نشتغل عليه ممتاز. اذا بدك بس احلف هدول اظن خلصنا منهم. هدول خلصنا منهم خلص. بدنا هلا نجهز السطح لانه طيب العجينة
نتحرك معها بالطحين. تمام. قديش؟ مش كتير بس على قد انه ما تلزق. اي مظبوط. بدنا نلم العجينه من العجانه مثل ما قلت حطينا شويه طحين. تمام. بدك اجيب لك الجات اللي عملنا فيه بالاول ولا بدك تحطي على الخامه؟ لا ممتاز. هلا مثل ما شفتوا لبنه yes. ما سمعتش بس خلص ممتاز. هلا بنحط شويه طحين. اوكي بسم الله. هاي الفقره الممتعه عن جد. تشكيل العجينه هي من اروع المراحل يعني. مهم جدا بعد ما عجنت عشان نحرك الجلوتين في العجينه. تمام. يعني نعجنها بايدينا شوي. تمام. طبعا هاي العجينه لانه عملنا لها الخل والملح والبيكنج باودر مش رح تاخذ معنا وقت بالتخمير. ممتاز. رح تخمر اثناء شغلنا. من المحسنات. ممتاز. حبيبتي ميساء الله يسعدك نورك والله عم تخجلوني بمجاملاتكم حبايبي الله يسعدكم جميعا. حجم الكعكه بيعتمد على انتم قديش بدكم تعملوها. انا اليوم مش راح اعمل الحجم التجاري. اها اعملها حجم يعني ينفع ل ممتاز عشان كل ولد ياخذها وخلص. بالطحين بنقطعها. أنا مش كتير بالأحجام. أنا عارف إن بستخدم الميزان الأطعام والميزان. طبعاً الميزان الوزن الكعكة عادة اللي نشوفها الكبيرة التجارية هو 250 جرام. والله كبيرة ما شاء الله. ما كانت تضلها معانا من أول السوق لآخر السوق أنا بنقرش فيها. طريقة طبعاً البروفيشنال لتقطيع العجين اللي صحيح. بس أنا اليوم عم بعمل كحدا بدي يعملها أول مرة. شو ما شاء الله ما أحلاها ما شاء الله. خالد يسعد مساك. شير 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 بليز. فاطمة يسعد مساك يا حبيبتي اشتقنا لك. يلا تعالي. مؤنس الله يعافيك. الصوت تمام ممتاز. القمح اللي نبت في أرض فلسطين بيحكي لك جهاد السر في القمح اللي نبت بأرض فلسطين. طبعا طبعا هي أرض فلسطين. شو ما جابت طلع عنا زيادة شوي. يلا نعمل كعكة صغيرة بيجل نعملها. ممتاز. حبيبتي عهود يسعد مساكي. ديما يسعد قلبك أهلا وسهلا فيكم جميعا. شارة الخشب أفضل من الرمل. يعني كل واحد على هو تجربته. شكرا جهاد. حاضر دانا صايمه بتقول لي خليلي. حاضر دانا حبيبتي يسعد مساكي. امل حبيبتي يسعدكم جميعا. طيب احنا وباسمه في باسمه ثالثه لازم ندور على كنز. هلا باسمه يسعد مساكي يسعد مساكم جميعا. هلا تفضلي. هلا بنبلش طبعا عاده مثل ما بنعمل بكل العجين بنبلش باول وحده قطعناها اكيد تكون مرتاحه لون التطبيق. يس بفضل نستنى 5 دقائق عليها بس اللي تاخذ ترتاح شوي صغير. ممتاز. نحكي شوية عن الكعك مرة ثانية باسمة. بنرجع نحكي عن الكعك. طبعا العادة في القدس انت ما بتروحي تشتري كعك. الكعك بيجي لك على البيوت. بيجي لك على البيوت للساعة 7 الصبح ببلش تسمعي بياع الكعك. طبعا الافران بتخلص الكعك بتجهزه تقريبا للساعة 5 الصبح الفجر وببلش بياعين الكعك بيحملوه على طرحة خشب. بيكون مغطى بقطعة قماش وببلشوا ينطلقوا على الحارات. وكلهم نفس الطعمة باسمة؟ نفس المخبز. نفس المخبز. يعني ما أكل من المخبز في البلد القديمة وهم اللي بتوزع منهم يعني. أها. كل بياع كعك بيكون حامل له 200 كعكة تقريبا. وبلش يلف. أول شيء بتصحي عليه الصبح النغمة يعني اللي بتسمعيها هلا باسمة لهلا الحكي. سبحان الله يعني عن جد نحييهم والله العظيم. نوقف عاجزين عن كل مجهود. يعني أنا لما نزلت على القدس وشفت كيف
عن جد يعني عم بيعانوا واقفين بالمحلات واقفين، واللي كمان ساكنين بالقدس القديمة بالبلدة نفسها قاعدين بمترين بمترين عشان بس يحافظوا على بيوتنا ويحافظوا علينا. يعني عن جد إشي بيدمع القلب قبل العيون. طبعا غير إنه تنسيش في البلدة القديمة المشكلة الأكبر كمان إنه كانش مسموح لك ترمي من بيتك. مزبوط. يعني مزبوط. ممنوع تزيدي، ممنوع يعني في قيود شديدة على التطور الطبيعي. يعني البيت بعد سنين معينة بتصير بده رينوفيشن، يعني حتى البيوت الجديدة طبعا تعجيز حبيبي، نظام التعجيز هو تعجيز. نرجع على لكعكاتنا. طيب الطريقة اللي العادية للكعكة أيوه. هي من لفها و نشلكها. وبدنا نضلنا ندور فيها بالطحين. أنا قلت لك هاي الطريقة بدها تاخذ منها وقت، بدها وقت ونفكها عشان تخمر، وبدها تنتف أكثر من مرة. راح نتركها على جهة. هلأ راح نعمل الطريقة الأسهل. هلا نحاول نخليها بالطول هيك نمطها، وبعدين بالسكينه ايوه نعمل شرحه من شقها بس بنحاول نترك من هدول الاطراف طبيعي شوي عشان نفرغها عشان كمان تطلع بنفس اوكي. وبعدين على الطحين نعمل هيك طبعاً. أسهل باسمة. هي أسهل وشكلها بضل أسرع. أيوة. بس هديك إلها ميزتها بالنفخ أكثر. أيوة. لما تلتف العجينة. طبعاً ميزة الكعك باسمة إنه لما بده يكون بقرش من برا وجوا كله فراغات هواء بالضبط. هلا أنا هذا كله الهواء كل ما خمرتيها أكثر الكعك، يعني كل ما استنى. صحيح. عبين ما تخلطيها. أيوة. في مراحل، يعني كل مراحلها لازم تتخمر كل ما صار عندنا فراغات هواء اكثر. ممتاز. يفضل ان نحط الطحين هون. ما شاء الله، يعني عن جد ما بتاخذ جهد كثير باسمة، وإشي كثير بجنن جوا البيت، وزي ما حكينا الروائح بتشهي والطعم بياخذ العقل. يعني أحلى فطور يا وبتعمليه والكل بيكون مبسوط. أكيد. وأنت بتعمليه واللي أنت مستمتعة، والولاد كمان فخورين إنه أمهم عم تعملهم أشياء طيبة. أكيد، وخصوصا الكعك يعني مش إشي بتلاقيه، يعني مش إشي ممكن إنه والله ماما بتعمله أزكى ولا المحل أزكى، لا احنا في بلاد مره ما عندناش مجال، تمام، ما عندناش خيار. يا الماما يا البابا يا فيش كعك. احنا قربنا نخلص. ممتاز. مرحلة السمسم طبعا مرحلة ممتعة كمان. هلا نشيل الطحين ونسوي السمسم. ممتاز. هي هيك ما شاء الله اشي بشهي. بتحكي لك هيفا، يسعد مساك يا باسمة حبيبتي. هيفا ومساك حبيبتي دانا. يلا هلا ما عندك حجة يا هيفا، يا بدك تصير كل يوم تناديني على فنجان شاي وكعكة. حبيبتي اكيد. ديما يسعد قلبك. طبعا انا يعني فخورة فيكم جميعا اللي بتابعوني وبدعموني، لانه عن جد يعني بيقعدوا مشان بس يدعمونا ونوصل للفكرة. وعن جد شكرا لك لوجودك يا باسمة. يعني انا كمان لي الشرف اني تعرفت عليك، ويعني من اطيب الاكلات التراثية عنا، وإشي بشهي يسمو إيديكي وعينيكي. هاي رح نعملها زي بيجي أكيد. خليها بسبحها يسمو إيديكي يا حبيبة قلبي. هلأ نيجي لمرحلة السمسم. خلصنا الطحين، تمام. هلأ السمسم زي ما حكت باسمة الأفضل إنه يكون ني،
بس طبعا انا عندي يا محمص بصراحه ما عندي لو يعني. عندكم يا محمص بالبيت ايش عندك بالبيت استخدمي تمام فانا قعناه قبل بساعتين وهلا بدنا نشتغل فيه بعد ما صفينا من الماء حاضر نشيل الطحين هلا ما بدنا يعلق طبعا ما بدنا يعجن اكيد اذا بدك اشيله بطريقه اكثر لا تمام هيك منيح منرش هيك اوكي ونجيب اومك كمان نبلش نضغط عليها هذه اول واحدة شوي معنا بدك نحط كمان سمسم بصير بس هو ممكن لازم يكون مزور اكثر شوي بس مش مشكله كل بحس بحسكي نشف اضغطي اكثر يعني اضغطي عليه يس هي مش لازم تكون كثير كثير السمسم معلق بال اوكي هاي تقريبا ممتاز اوكي بدك تحطي وايت بيبر ولا بدنا نحط زيت اذا هاي نونستيك نونستيك بمشي الحال تمام نرجع احنا كمان شوي بنظبط نرجع نظبط الشكل يعني يس طبعا مهند بيحكي لك بيشبه السميت التركي هو اكيد زي ما حكينا انه بكل بلد في يعني الاساسيات من الشغله بس بتختلف على الثقافات واحنا بنعرف انه الاتراك يعني كانوا عندنا بالاساسيات فمها كبير تكون منهم بس يعني تعرفنا غير يعني موجود في البلد باسمه يعني. بعمان يعني كنا ناكله من وسط البلد بس والله نكهه عن جد يعني ما انا مش عنصريه تنين بلدي وانتم بتعرفوا بس نكهه الكعك بالقدس شيء ثاني قلت الكعك الحمص الفلافل كل شيء هو السميت بيجي انشف شوي ما في نفس يعني اللي يميز كعك القدس اللي هو هش كثير من جوا بالعكس ايوه الفراغات في كعك القدس شيء ثاني يعني وبنفس الوقت بس يعني هو المبدا او الاساس واحد هي بس الطريقه والمكان زي ما انتم شايفين يعني كمان يعني ما فينا نقارنه في البيجل الكندي بس البيجل الكندي شوفي هو البيجل الكندي تقليد لفكره كعك القدس بس البيجل الكندي ملبط على بعض لا يعني مش كعك القدس هو بس الفكره يعني. هي واحده هي قصدي صح بس الفرق الوحيد الخطوه اللي مش موجوده بكعك القدس موجوده بالبيجل هي السلق ايوه انه بنسلق بالمي بنسلق العجينه بنحبك الكعك عشان يطلع ملبط بالضبط بدهم اياه يعيش اكثر يقعد صخره على المعده يا باسم بدهم اياه يعيش اكثر لا شوفي كل شيء له طعمه هذه هي طبعا خلص البيجل له طعمه والكعك القدس له طعمه بدك اجيب كمان صينيه يعني احسن يعني ولا يهمك يا ساتر سمعت الطبيعه معلش بس لازم اعملكم اكشن سوري بدنا نحاول قديش بنقدر طبعا ما حدا يحكي لي خبي لي تفضلوا هي الباب مفتوح واهلا وسهلا في الجميع هي الوحيده اللي حخبيها دائما لانها صايمه ناخذ اجرها نص ربع كعكه بس بالزيادة أبلشوا الزوار ممتاز تمام طبعا أهلا وسهلا بالجميع جنب باب العمود ايوه يا دانا كنا ننزل باب العمود نلاقيه هناك يعني نلاقيه موجود هناك وكمان على شو بسمون المداخل ايوه وين ما كان نلاقي بعدين في محل خصوصي يعني كمان في المخبز المخبز نفسه في المفرارة كمان
في واحد باب العمود على درجات باب العمود كثير شهير. أها. وفي كمان فرن بالمسرارة كمان معروف كثير. صلى الله على هالأيام يعني. أنا الأسامي بتروح من راسي. وأنا يعني بقول لكم المناطق. وأنا كمان. على درجات باب العمود. أنا والله مش بس مقيمة ومدرستي كانت في البلد القديم ويوم يوم جوا السور. مشكلتنا إنه دغري بنتخرط في المكان اللي إحنا فيه يعني. بس هلا طبعاً. ما بلومك ما بلومك. شايفين ما شاء الله يسلموا ايديك وعينيك يا رب. خلينا نعمل اصغر وحده. حافظوا على النعمه يا جماعه مشان ربنا يحافظ على حياتنا وكل شيء فيها كويس. فحاولوا ما تكبوا ولا شيء. سمسم حاولوا ما تكبوا يعني بس ما هذا اللي ضل سمسم شو فينا نعمل فيه؟ هذا تقدر تعمل اي حلويات. اوكي. بيلزق عليها فكره النقع ما بت ما بتخرب. خليه لزق اسرع. اوكي يعني. تمام. هذه وهيك هلا بس ما هاي الافضل نتركهم شويه الافضل أكمل. الافضل هلا نتركهم تقريبا 20 دقيقه. ممتاز. 20 دقيقه نخلي ننفخ. الله الكعكه بتاخذ شكلها. اها هلا للخبيز. اوكي بدنا نكون محمرين الفرن. رح ارجعها هون. المهم نكون محمين الفرن على درجة 400 قبل النص ساعة ومنحطه 7 دقائق من تحت بس وبعدين 7 دقائق من فوق. تمام. على 400. تمام. سو بده يضلوا على الواطي لما يكون من فوق. لما يكون من فوق بيكون على الواطي ولما يكون من تحت بيكون على العالي. اه والله. يا لأنه احنا هلا هو بدك تنتبهي ما ينحرق معي. اوكي. كمان بدنا نشبه لفرنك هلا. سو يكون حامي الفرن بس هو ما يكون يعني تحت على ما يكون حامي. لما يكون حاطينه من تحت بيكون معاينه لاعلى درجه بنحطه على اعلى شيء. والله. ولما نكون حاطينه من فوق هي هذا السر عشان يطلع الفراغات من جزء عشان نعطي مجال انها تنفخ. ايوه وطبعا التخبير كمان يعني اقل شيء 20 دقيقه اذا بتقدر تحطيها نص ساعه احسن. اوكي بس انا قلت 20 دقيقه لحتى نختصر الوقت يعني ما تاخذ معك كل الشغل ساعه ساعه ونص. تمام اذا فيكم تتركوها بتنترك. تمام يسمو ايديك ويعطيك الف عافيه. سو هلا اذا في اي سؤال خلينا يعني نجاوب عليه. يسعد مساك. الله يسعدك مره ثانيه حبيبتي امل. الله يسعدك يا ربي. تسلمي لي. خلينا هلا نرجع نستعرض مره ثانيه بس ما بتحبي تشحي كفوفك حبيبتي لانه اكيد هون هينا هلا عم نحضر احنا الشاي. شايفه باسمه هاي شريتها كمان من باب العمود الصغير. يا عيني يا عيني طبعا يا اكيد طبعا يعني برجع بحكي وبلعي وبعيد وبزيد انه لازم نغني تراثنا ونخليه موجود على طول وبالذات في عقول اولادنا وقلوبهم. يسعد مساكم جميعا. طبعا هاي السفره هذا الزعتر الزيت. طبعا احنا دائما متعودين ناكل جبن المثلثات معاها او الزعتر وفي كمان البيض زعتر زيت. طبعا نحب نذكر انه زعتر الكعك ايوه ما بيكون الزعتر اللي بتكون أيوة. بدون سمسم وبكون مخلوط بملح. مزبوط فلافل الكعك كمان فلافل ثاني. ايوه اللي بيكون الكبير. ايوه هذا اللي ما بيكون مقلي طازه مثل الفلافل. ايوه بيكون بايع اليوم. والله شيء انا هاي المعلومه اول مره بعرفها. لا هو بيجي كثير كمان حتى حجمه كبير. اكيد باسمه انت يعني عيب انا مش بخيله بس اكيد انت جايه متغدى. انا جايه متغدى طبعا لازم صحه. اسمع اهل نابلس بتحلوا قبل ما يتملحوا فانا ما بعرف في هيك شرش منهم فلازم اكل دبس وطحينه اول. قالوا لكم الكعب صحة وعافية بشهي. طبعا البيض يعني بموت عليه بس الصبح فطسني طول الحلقة بريحته واسمة تفضلي باسمة. طبعا صحة وعافية معك والله انا بروح عنه بخيلة يا والله. بس لنورجيكم شكل الكعكة النفخة. طبعا كل ما تركت الكعكة اكثر كل ما نفشت من جوا اكثر. بنحطها بالزيت. بنحطها بالزيت. بنقول بسم الله. بعدين بالزعتر بعدين بالثوم. يعني رح اتبع نفس الخطوات انا. على رأي ابو جوليا بنبوس النعمة. تسلموا ايديك وعينيك. بصحة وعافية. ان
شرفتينا حبيبتي باسمة، الله يسعدك واكرمك الله، تسلم يا ربي. وان شاء الله استنونا كل خميس الساعة 5 المساء على قناة تي في او صفحتي الشخصية. شكرا كثير لك مرة ثانية باسمة، نراكم اكيد انبسطنا كثير واستمتعنا، شكرا كثير، نراكم على خير، تصبحوا على خير. بس عن جد اشي بشهي بس نعمل كاسة الشاي.